أشعة تداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة، احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد، أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخصية. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جدا. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. إحنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس، سكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية تخصص طبي شديد الدقة، يحتاج إلى تقنية عالية ويعالج أمراض عديدة في تخصصات مختلفة، الأورام الحميدة والخبيثة وأمراض الشرايين والأوعية، العقم في السيدات والرجال، الأورام الليفية في الرحم وتضخم البروستاتا والسمنة. كل دي مشاكل طبية كان التدخل الجراحي التقليدي في الماضي مخيف لأصحابها، علشان كده الأشعة التداخلية تعتبر حل طبي ساحر للتخلص من الآلام ومخاوف المضاعفات والفتح الجراحي وفترات النقاهة الطويلة. ولكل هذه الإيجابيات يطلق على العلاج بالأشعة التداخلية جراحة القرن 21. أهلا بكم. سنة 1996 حصلت حكايات طبية مثيرة للاهتمام جدا. أطباء فرنسيين كانوا بيشتغلوا على حالة ورم ليفي بيتعاملوا معها عشان يزيلوه، وبدأت في العملية يحصل حاجة مشهورة جدا كحدث أثناء الجراحة، أنه بدأ الورم الليفي ينزف هايلي فاسكولر. لما بدأ الورم الليفي ينزف فبدأوا يعني يرشدوا، أو الرئيس الفريق الجراحي قال لمساعدينه احقنوا الورم الليفي عشان نوقف هذا النزيف. فوجئوا بعد الحقن في أثناء العملية أن الورم الليفي بدأ ينكمش قدامهم، وبدأ فعلاً النزيف يتوقف والأمور تمشي كويس جداً تمام. ففكروا، أو في اتنين فكروا بشكل صريح في فكرة حقن الأورام الليفي، رافينا وهربرتو. رافينا ده بروفيسور فرنسي مشهور في الوقت دوت، وهربرتو نفس الكلام، ودول أول من قاموا بحقن الأورام الليفية بأسلوب الحق. ثم جاءت الأشعة التداخلية لكي تكمل هذه الفكرة الرائعة في التعامل مع الأورام الليفية. الأورام الليفية واحدة من الحالات المرضية المشهورة جدا، كتير من الستات اللي عندهم تأخر إنجاب عندهم أورام الليفية، كتير من الستات أساسا عندهم أورام الليفية، كتير من الستات اللي يخبروا بأنهم عندهم أورام الليفية وعندهم أعراض مزعجة ربما لا يقبلوا على أي أسلوب علاجي خوفا من حاجة موجودة في عقلهم. وفي بعض المرجعيات العلمية أنه ممكن بعد عملية أو في أثناء عملية جراحية لإزالة الورم الليفي يضطر الجراح إلى إزالة الورم نتيجة النزيف.
وهنا جاءت الأورام جاءت الأشعة التداخلية لتلعب دور مهم جدا في التعامل مع هذه الحالة المرضية، لأنه في الأشعة التداخلية مفيش إنستنس لإزالة الرحم. الأشعة التداخلية خدمت هذا الفيلد بشكل كبير، نعم، لكن تعالوا نفهم ونقرب أكتر مع الاسم الكبير والرائد القدير للأشعة التداخلية، طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعيات الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا دكتور. أي الأشعة التداخلية بدأت من منطقة الصدفة برضه، صحيح، في الأورام اللي فيها تحديدا، صحيح. ساعات كتيرة جدا بيبقى فيه الطوارئ دي والتدخلات دي هي اللي بتخلي العلماء والأطباء القائمين يبتدوا يشوفوا حلول بديلة في محض الصدفة اللي هي رب صدفة خير من ألف ميعاد زي ما بيقولوا. يعني 96 ده يعني زمن قديم. طبعا الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم الليفية هو ليس علاج جديد أو مستحدث، ولكنه علاج راسخ. احنا حاجة بتتكلم يعني كده انت داخل اكتر يعني في حدود 30 سنه، اقل من 30 سنه، يعني في الحدود دي، يعني في 27 سنه، ما يقرب من 30 سنه. في خلال ال 30 سنه العلاج وعدد الحالات في العالم كيرف بقى كبير جدا، لانه تغير كبير في المفهوم. يا دكتور ايمن، تخيل حضرتك مريضه عندها ورم ليفي وبتهدد باستئصال الرحم، لان زي ما حضرتك تفضلت الورقة أورام اللي فيها دي أورام عالية التغذية الدموية أو أورام دموية زي ما بنقول، وبالتالي في بعض الأحيان الاستئصال الجراحي بيؤدي إلى نزيف شديد وما يكونش في حل للتخلص أو لإيقاف هذا النزيف إلا استئصال الرحم حفاظا وإنقاذا على حياة المريضة. فكتير جدا من المرضى بيبقوا برضو عملية أورام الرحم اللي فيها دي بتمثل شبح استئصال الرحم اللي هو بيمثل للمرأة، سواء اللي هي لم تنجب أو محتاجة للإنجاب، أو حتى اللي أنجبت استئصال الرحم ده بيمثل عبء نفسي كبير جدا بخلاف العملية الجراحية. تحول العبء والكابوس ده إلى إجراء بسيط جدا جدا جدا، فتغيير كبير جدا جدا. طب نقرب من عقلية الناس، الأورام اللي فيها هي إيه؟ هل هي أورام حميدة أم خبيثة؟ أعراضها إيه؟ نرجع برضو ونقصل الأمور زي ما احنا بنتكلم. الأورام اللي فيها دي أورام بتطلع من جدار الرحم. جدار الرحم ده بيتكون من عضلات وأنسجة ليفية، إذن هم دول أهو زي ما احنا شايفين الرحم، الجزء اللي عمل الحاجة اللي عاملة زي الكمترة، والحاجة المثلثة في النص ده تجويف الرحم. الأورام اللي فيها الحقيقة زي ما قلنا عضلات وألياف بتطلع من جدار الرحم وتتجه ممكن إلى داخل تجويف الرحم، الحتة اللي داخلة جوه المثلث ده، أو تتجه مش لتجويف الرحم لبره ناحية الغشاء البروتوني ده نوع تاني، أو تفضل مستقرة داخل جدار الرحم وده نوع تالت. الحقيقة الأورام اللي فيها دي زي ما قلنا هي أورام عالية التغذية الدموية، وبالتالي بتنمو باضطراد، فتبتدي الأورام اللي فيها دي بورم سنتيمترات وتنتهي ممكن في بعض المرضى إلى أحجام مش عايز أقول كبيرة، أحجام رهيبة. يعني إحنا بنشوف ساعات يصل حجم الورم الليفي ده إلى حجم حمل مكتمل من الرحم، يعني توصل إلى أعلى البطن. الرحم ده طوله مفروض 8 سنتي وداخل الحوض، ممكن بالورم الليفي يوصل إلى أحجام الضخمة دي. مصرية خدت المركز الأول في جينيس ريكورد الورم الليفي، ده شيء مؤسف، لأن هي الناس ساعات بتهمل علاج هذه الأورام لحد ما توصل لهذه المرحلة. اللي الحقيقة الحجم ده يعني بيبقى كل الناس بيمثل مشكلة لكل الناس، للأشعة التداخلية وللجراحة ولكل التخصصات. يعني الأعراض بتقول إزاي؟ الأعراض على رأس قائمة الأعراض، واللي هي يمكن ده اللي بيخلي المرضى يتحركوا، النزيف. ورم الليفي بيسبب نزيف، النزيف ده يا إما على هيئة زيادة عدد أورام أيام الدورة، أو عدد أيام الدورة يبقى الدورة الشهرية يبقى ثابت مع زيادة كمياتها ونزول كتل من الدم.
وساعات ده بقاش واضح برضه، ساعات المريضة تقول أنا لا عندي نفس عدد الأيام. لا طب ما هو لو هو نفس عدد الأيام والكمية زيادة ده برضه فقد دم. النزيف ده طبعا احنا بنعرف بسهولة جدا، احنا بنعمل صورة دم ونشوف نسبة الهيموجلوبين، نلاقي المريضة مصابة بالأنيميا اللي هي بتبقى أنيميا مزمنة، فقد الدم على فترة زمنية كبيرة بيعمل أنيميا، وده بيخلي الحقيقة المريضة الأورام اللي فيها دي مجهودها ضعيف، بتدوخ، مش قادرة، ضربات قلبها سريعة، يعني بتبقى يعني بتمثل عبء كبير. الورم الليفي ده لو كبر الرحم زي ما المشاهدين عارفين وحضرتك عارف، قدامه المثانة البولية ووراها المستقيم. لو كبر لقدام بأحجام كبيرة هيضغط على المثانة البولية، المريضة تحب تخش الحمام تتبول كتير، المثانة بتتمليش للآخر عشان ضغط الورم الليفي دون، فبتخش الحمام ما تفضيش كويس وترجع تاني تفضي وهكذا. لو ضغط لورا على المستقيم هيبقى فيه مشاكل في التبرز، ساعات في بعض الأحيان يبقى فيه آلام عند الجماع، أو في بعض الأحيان يعمل آلام في أسفل الظهر. مجموعة كبيرة من الأعراض الحقيقة. إزاي بقى التقنية بنعمل إيه بالظبط؟ زي ما قلت لحضرتك، يعني كون إن الورم الليفي ده ورم دموي ودي مشكلة كبيرة جدا للجراحين، دي البوابة اللي دخلت منها الأشعة التداخلية. الورم ده ليه تغذية دموية عالية وبينمو بسرعة، فزي ما حضرتك تفضلت الأول وحكيت القصة الشهيرة، طب أنا التغذية الدموية دي لو بصورة أو بأخرى أنا قفلتها هيحصل إيه للورم اللي بينمو بالطراد ده؟ لا ده مش هينمو، ده هينكمش. هينكمش دي يعني إيه؟ يعني حجمه هيصغر، والقبل ما حجمه يصغر نشاطه بيقف، نشاطه ده اللي هو يعني النزيف هيمنع، حجمه بيصغر ينكمش ويقل، وبالتالي الأعراض اللي بيعملها من ضغط على المثانة والمستقيم تختفي. بنخش إزاي؟ هنقول برضو نكرر أن نوصل لشريان الرحم علشان نقفله إزاي؟ بنخش من البوابة زي ما كل الناس حفظت بوابة دخول كل شريان الجسم اللي هو الفخذ الأيمن بنج موضعي، نوصل من شريان الفخذ الأيمن إلى شريان الحوض، ويمكن كان معانا هنا الفيديو باين شريان الحوض، بنعمل خريطة شريانية، شرايين الحوض بتبقى عاملة زي الشجرة، نخش في الفرع من الشجرة اللي رايح الرحم، ومن شريان الرحم للشريان اللي بيغذي الأورام اللي فيها، ونحقن زي ما احنا مكبرين الصورة قوي، الأنبوبة الحمراء دي ده الشريان، والكور اللي داخلة تقفله دي حبيبات خاصة لغرق الشرايين، حبيبات دي متناهية في الصغر بالمايكرونز، مايكرونز دي يعني 1/1000 من الملي، بنحقنها بأساطر معينة داخل الشعيرات أو التغذية الدموية الدقيقة للورم، فبنحرمه من تغذية الدموية فينكمش ونشاطه يقف. المرأة عندها الجرح له قيمة مهمة جدا، وأيضا فترة النقاهة. لا احنا بكرر نفس السلوجان بتاعنا المعروف، لا جروح ولا فترات نقاهة في الأشعة التداخلية، ويمكن ده هي دي الطفرة في الأشعة التداخلية، ويمكن ودي الميزة الكبيرة جدا جدا، إن احنا مفيش فتحات للجلد، وبالتالي اللي بيؤدي إلى فترات النقاهة وجود جرح والتئام وما إلى ذلك. أهو احنا بنخش من هنا، أدي قدامنا ده شريان الفخذ، وإحنا ده حاطين حاجة اسمها مدخل للأساطر، نحط حاجة ده هنا ده ونخش منه بالأسطرة اللي هي عبارة عن أنبوبة بلاستيكية حجمها 2 ملي، ونوجهها تحت جهاز الأشعة المتطور اللي هو جهاز الأسطرة. أول ما بنخرج من مدخل الأساطر ده بنلاقي نقطة صغيرة جدا، المريضة بترتاح ساعتين ثلاثة، وبعد كده بيبقى فيه بعد الحقن ألم زي ألم الدورة، وده ليه؟ لأن احنا بعد ما بنحرم الورم من تغذيته الدموية يبتدي يتقلص، التقلص ده المريضة بتعاني من ألم أو مغص زي مغص الدورة، بديله علاجات مكثفة، لكن تقدر هي، وده الحقيقة بيختلف من مريضة إلى أخرى حدته، بتقدر تتحرك تروح تمارس نشاطها تعيش حياتها عادي جدا جدا. دايما العدد والحجم هم عاملين بنحدد على أساسهم الأسلوب العلاجي في الأساليب الأخرى، الحجم بالذات يعني بيقول لنا هندخل بمنظار ولا نعمل جراحة، ده في عالم الجراحات النسوية، ف
في الاشعه التداخليه العدد والحجم ما يعني ما بيفرقش معانا كتير. العدد طبعا الحجم الاكستريمز اللي زي ما بقول لحضرتك اللي يعني بتترك بقى اللي هي يعني اللي هي مضايق واحده يعني بطنها لا دي يعني بقى يعني دي لازم فتح الحقيقه لا دي لازم يعني دي اللي زي ما بنقول الحاجات الاكستريمز دي اللي هي. لكن الاحجام الكبيره اللي هي المتعارف عليها والاعداد زي ما احنا شايفين يمكن الفيديو ده الحاجات الكور البيضه دي اورام ليفيه متعدده منها الكبير ومنها الصغير. احنا بعد ما بنخش الحقيقه شريان الرحم يا دكتور ايمن بنصور شرايين الرحم ونشوف عدد الاورام ايه. بنخش لكل الاورام دي بنحقنها فاحنا ما عندناش مشكله في عددهم او في الاحجام الكبيره نسبيا برضو احنا بنحقنها ما فيهاش اي مشكله خالص. كثير من ياتون بالاورام اللي فيها يعانون من تاخر انجاب يعني هم جايين عشان يعالجوا الاورام اللي فيها عشان يعالجوا حاله تاخر الانجاب فبيسالوا دايما هل هذه التقنيه تؤثر على خصوبه الرحم وهل يمكن يحصل على الحمل بعد النوعيه دي من التقنيات؟ ده سؤال جميل ودقيق يا دكتور ايمن وده بيطمني ان احنا قدرنا نوصل للناس. هم ابتدوا يسالوا زي ما كنا بنقول يمكن قبل كده الاسئله الدقيقه والعميقه. علاج أورام الرحم الليفية في سن الإنجاب. الحقيقة في حقيقة علمية إن في زي تداخل أو في وصلات غير مرئية ما بين شرايين الرحم وشرايين المبيض. الوصلات دي زي ما بنقول بالمايكرونز، مايكرون ده يعني واحد على ألف من الملي. الوصلات الغير مرئية دي إحنا لو إحنا حققنا حبيبات بأحجام معينة ممكن تعدي وتروح المبيض وهو ده يمكن اللي ادى سبب المقوله دي ان تاثر الاخصاب او ازاي بتاثر الحقنه ده بياثر على الاخصاب او التبويض بمعنى اصح وبمعنى اوضح. احنا لما بنعالج مريض اورام رحم ليفيه في سن الانجاب بيبقى عندنا شويه تحفظات وشويه تغيير في التقنيه. بمعنى انا عارف ان في وصلات غير مرئيه ما بين الرحم وبين المبيض حجمها كالآتي كذا مايكرون فإحنا ببساطة بنرفع حجم أو بنكبر حجم الحبيبات اللي إحنا بنقفلها عشان نقفل الشرايين وبالتالي بنخلي حجم هذه الحبيبات أكبر من حجم هذه الوصلات اللي معروفة عندنا. فأول ما نرفع الحجم فزي ما تخيل حضرتك يعني باب صغير جدا وبتعدي منه واحد حجمه كبير أو تخيل مش هيعدي فده بيخلي الحبيبات دي تستقر في الأورام الليفية وما تروحش في الوصلات دي وتوصل للمبيض وبالتالي مش هتأثر على الخصوبة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المريضة في عمر الإنجاب لما هي بتبقى محجمة الحقيقة عن العملية نتيجة عدة عوامل. نمرة واحد، احتمالية فقد الرحم في بعض الأحيان. نمرة اتنين، احتمالية حدوث الالتصاقات عند فتح البطن وده بيأثر على الأنابيب وبيعمل الالتصاقات دي بتبقى عامل من ضمن عوامل تأخر الإنجاب. احيانا ما عندناش الكلام ده خالص، احنا بنخش كله من خلال الشرايين دون فتح البطن أو تجويف البطن. ده السؤال القادم ده اللي سأله لي حسيت إنه بيفكر قوي وفهم كينونة الأورام اللي فيها إلى شكل بشكل ما وسألني قال لي ايه اللي بيحصل في الورم اللي فيه؟ سؤال يبدو بسيط يعني قلت له ما هو احنا بنقفل. قال لي ايوه ايه بيحصل فيه؟ بيسقط بيقع بيحصل له انفارك يعني بيحصل فيه ايه؟ ده سؤال متكرر جدا جدا ويبدو هو منطقي. يعني هو برضو عايز اقول حاجه يا دكتور ايمن، الاسئله دي كلها ناتجه عن انا دايما بقول ان دي ناتجه عن يعني عدم استقبال او يعني استغراب العقل الجامعي عند المرضى. هل معقولة يعني هو برضو العملية الضخمة الكبيرة اللي هي ممكن تؤدي في بعض الأحيان لفقد الرحم تتحول إلى هذا الإجراء البسيط اللي بنعمله عندنا في المركز اللي المريضة بتعمله ببنج موضعي وتقدر تروح بعديه بثلاث أربع ساعات ومفيش حاجة؟ معقولة الكلام ده؟ لا أنا بقول بكل وضوح وبكل صراحة معقول، وهو ده اللي بيخلي الأسئلة دي بتنشأ.
ان الورم بيروح فين؟ الورم بمنتهى البساطه انا دايما بدي التشبيه ده، بينكمش ويتقلص. يعني هقول لحضرتك يعني بالتشبيه برضو اللي احنا الدارج اللي دايما نقول، مريض بيعمل سمين وبيعمل دايت او بيعمل نظام غذائي، هو كان وزنه 100، بعد شهر وزن لقى وزنه 80، هو كان كده. طب ال20 كيلو دول راحوا فين؟ تطوي خلاص فنش، هو ده، هو ده بالظبط. هي بتبتدي الورم يتقلص تدريجيا والجسم يمتصه ولا يوجد اي خلايا ميته. ولان انا بسمع حقيقه يعني كلام مثير للدهشه يا دكتور ايمن، والكلام ده بيتناقل، يعني هو حد بيقول كلمه وزي يعني الكلام متكرر. لا في ورم بيموت ولا في ورم بيجرى له حاجه، والاورام دي ما بيش حاجه غير مضره، كل الكلام ده كلام لا اساس له من الصحه. الحقيقه التقنيه دي من التقنيات اللي ما اعرفش يعني عليها دايما، مش عايز اقول هجوم يعني، ما مش تحفظات او برضو مش تحفظ، مش عارف اقول ايه. لذلك دايما انا عندي ملحوظه، دايما مريضه الاورام الرحم اللي فيها اللي بيجي لي في العياده بتبقى قاعده يعني تسالني، وهي يعني نتيجه الكلام الكتير جدا اللي دماغها مليانه بيه. الحقيقه مفيش الكلام ده خالص، دي تقنيه علميه ومثبته، لا في ورم بيموت ولا في ورم، وده تقنيه الحقيقه دي رحمه كبيره جدا لقطاع كبير من المرض. الاعراض بتحسن بعد قد ايه؟ على طول النزيف بعديها على طول في خلال اسبوعين بيمنع، ممكن يبقى في شويه لخبطه في الدوره بسيطه، لكن في خلال اسبوعين الى ثلاثه النزيف بيمنع. وزي ما قلت لحضرتك التقلص بيتم تدريجيا. احنا لو زي ما يمكن شفنا كان في معانا، لو عملنا متابعه للمريضه دي بعد 3 شهور برنين مغناطيسي، نلاقي حجم الورم الكبير اللي احنا قايسينه ابتدى يصغر تدريجيا، ولو تابعناه هنلاقي في خلال كام شهر كل ما بنروح بيظهر هذا الورم. لكن النزيف بعد اهو اقصى شمال الشاشه الدايره الكبيره قوي دي، عملنا بعد 3 اشهر الدايره صغرت او الورم اهو صغر شويه، عملنا بعدها بعد 6 اشهر بقى كده، ولو عملنا بعد سنه هنلاقيه تقلص خالص. ده السؤال القادم ده بيسالوا الناس اللي مش فاهمه طبيعه الاورام الليفيه، اللي هم بيسالوا على الريكرنس، على عوده الورم الليفي بعد الاشعه التداخليه، هم مش فاهمين ان الاورام الليفيه بتعود. لا بس برضو احنا هنرد بصيغه علميه يا دكتور ايمن، لان برضو ده حضرتك من الاسئله من اللي انا بتسالها ده، وده برضو من الكم حاجه هي بترجع تاني. احنا في دراسات زي ما قلت حاجه زي ده، احنا داخلين في 30 سنه فتعمل كميه دراسات كبيره جدا، يمكن دي دراسه هو موجوده منهم دي الدايره اللي فوق دي، دراسه تبعوا المرضى اللي عملوا حقن اورام ليفيه على مدى 10 سنين كم كبير جدا من المرضى، وقارنوهم بمجموعه عامله الاستئصال الجراحي، لقوا ان نسبه الارتجاع في المرضى اللي عملوا اشعه تداخليه اقل بكتير من الجراح. ليه؟ الجراح لما بيخش يشيل الاورام اللي فيها دي في بعض الاحيان ممكن يبقى في ورم صغير جدا لسه بيتكون او بينمو او بيتولد، حجمه حوالي سنتي او 2 سنتي، لا يرى بالعين المجرده ولا يرى بالاشعاعات والموجات الصوتيه. لكن لما بنعمل الحقن احنا زي ما بقول لحضرتك بنعمل خريطه شريانيه ونشوف الاورام، اجهزه القسطره الحديثه تقدر تشوف اورام لحد مليمترات، فاحنا لو اول ما بنشوفه بنعالجه على طول وهو بيتكون في منشاه، ويمكن ده اللي بيخلي نسبه الارتجاع قليله، لان احنا لو شلنا الاورام وسبنا الورم اللي لسه بيتكون ده بعد 2 3 شهر هيبقى ورم واضح المعالم ونقول دي رجعت، هي كانت موجوده لكن الاشعه بتخلينا نشوفها ونخش نحقنها. وهي الموضوع مرتبط بطبيعه الجسم، البيولوجي او الفسيولوجي بتاع المراه، في فسيولوجي في المراه وهو بيخلي عندها فرص الاصابه بالاورام، يعني صحيح. لازم تتعالج بقى بطريقه، هو هرمونال ديبندنت كل يعني يعتمد على التغير الهرموني في الجسم. هل هذه طبعا ده سؤال كلاسيكي قوي، مناسب للبنت الانسه اللي متجوزتش؟ ما بالعكس ده يعني من الحاجات الاوبشنز المطروحه جدا، لان برضو حتى يمكن زمايلنا جراحين نساء
في البنات اللي هم لم يسبق لهم الزواج بيبقوا برضو متحفظين شوية، مش عايز يفتح البطن عشان الالتصاقات، مش قادر يعمل حاجة من خلال المهبل عشان برضو العذر. يعني هي من ضمن الأوبشنز اللي مطروحة ومطروحة بشدة، عشان احنا بنحتفظ بالرحم بنبعد عن الالتصاقات، فدي من الوسائل اللي بتطرح بشدة في السيدات في الآنسات اللي هم لم يسبق لهم الجواز. السؤال بقى القادم خاص بدوال الحوض، في ناس كتير ما تعرفش حاجة عنه. ده مرض يعني غامض ومجهول يعني من الحاجات ومحدش بيتكلم عنه غير الأشعة. لا، ابتدت الفترة الأخيرة جدا، لأن الأشعة لها دور، لها دور الحقيقة دكتور أيمن في التشخيص والعلاج. تلاقي في مريضة بتشتكي إن هي عندها وجع دايما في البطن، آلام، ودي شكوى مشهورة، آلام عند الجماع، شكوى غامضة ومجهولة، وهي مش عارفة، بتروح بتعمل كل حاجة ما تبقاش عارفة إيه. وبعض الأحيان في مرضى كتير أنا عملته بيبقى عندها هذه الشكاوي، وتكتشف لما تروح تولد وهي بتعمل العملية القيصرية، الدكتور النساء أو جراح النساء يقول لها على فكرة أنت عندك دوالي كتيرة جدا في الحوض وحوالين الرحم، نبتدي بعد كده تبتدي تبحث. احنا دول المرضى دول بنشوفهم، بنشخصهم ازاي؟ بنشوفهم بالموجات الصوتيه والدوبلر الملون، نلاقي ان في الاورده دي متودده داخل الحوض وحوالين الرحم وحوالين المبيض. لو في بعض الحالات الغامضه بتار ممكن نلجا للرنين المغناطيسي عشان نصور الاورده دي. لو تاكدنا ان الاورده دي فعلا متمدده وفي دوالي بنعالجها، يعني بمنطق يعني شبيه بدوالي الخص عند الرجاله، بنخش من وريد اهو المنظر اهو. دي ساعات في بعض الاحيان السيدات دول كمان نلاقي فيه على الاعضاء التناسليه الخارجيه بعض الدوالي، نخش من الوريد اهو، وريد الفخذ، وبعض الاحيان وريد الرقبه، ننزل في الوريد اللي نازل لتحت ده. ده الوريد الايسر اللي بيغذي منطقه الدوالي في الحوض. فنبتدي نقفل هذا الوريد من الداخل بحاجات، بنحقن مواد معينة، مواد صمغية، وبنستعمل في بعض الأحيان حاجة اسمها ملفات حلزونية، فنقفل الوريد ده اللي هو بيغذي الشبكة اللي تحت دي، منطقة الدوالي اللي بياخد الدم منها بالضبط، اللي هو بياخد الدم. ده التعبير الدقيق عند حضرتك، لأن هي بتصب الفينس ريتر. فأول هتبتدي خلاص الوريد اللي هي بتصب فيه ده اتقفل، تبتدي تضبر، تبتدي الأعراض تتحسن بشدة. فده كان مرض غامض. دلوقتي الحين بقينا نشوف اي حاجه غامضه تبقى نتهيأ ان عدد الحالات قليل، لكن بعد كده بتزيد بعد ما يكشف عنها الستار. الرساله التي تود ان تصل لخصوصا مريضات الاورام الليفية واسرهن، نمره واحد، الاورام الليفية ده مرض يمكن علاجه، ويمكن علاجه دلوقتي عندنا بالاشعه التداخليه بسهوله. ما نتأخرش في العلاج عشان ما نوصلش للمضاعفات، الأنيميا المزمنة والتأثير على القلب والتأثير على الصحة العامة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأشعة التداخلية علاج آمن وفعال وراسخ ومثبت، ولا يوجد أي أساس من الصحة لكتير من الإشاعات اللي بتتقال. لا الورم بيموت داخل الجسم، ولا الورم بيتعفن، ولا دي حاجة بتتجرب، دي حاجة على مدى 30 سنة. ويمكن لقاءاتنا دي علشان نكشف استطار عن هذا الكلام. اللقاءات أساسا ممتدة من أكثر من 7 سنين. نورتنا وشرفتنا، شاكرين جدا. ضيف العزيز الرائد القدير للأشعة التداخلية الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس، عضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. هدفنا في النهاية الثقافة العلمية للتعامل مع واحدة من أشهر حالات المرضية انتشارا وأكثرها تأثيرا على حياة الست، أكثرها تأثيرا على حالة العائلية للأسرة، لأنه المريضة اللي عندها أورام ليفية ومترددة أو خايفة من العلاج أو مش عايزة تروح تتعالج، حياتها بتبقى متهددة، حياتها هي نفسها بسبب الأنيميا وتأثير الأنيميا العنيف على الجسم كله، وحياتها الزوجية أيضا لو كانت متزوجة، وحياتها الإنجابية لو كانت ترغب في الإنجاب. إذن بالنسبة للمرأة عندما يكون الخطر على الثلاث أنواع دول من الحياة فهو خطر داهم بالتأكيد. خليكم دايما مع الناس الحلوة.
لان مش كل العمليات تناسب كل الناس، مش كل الناس عمل لهم تكميم، ولا كل الناس عمل لهم تحويل، ولا كل الناس هركب لهم بالون، ولا كل الناس عمل لهم شد بطن او شفط دوق. يعني كل الناس كل حاجه لها حاجه مناسبه، وده تراكم طبي علمي يعني محتاج طبعا تقدمه للعيان بحيث يستفيد. لازم نفهم الادوار دي اللي بتساعد في ان العمليه تصل الى ذروه النجاح. اللعبه جماعيه، تكميم معده، عمليه ادخل في 20 دقيقه، اعمل العمليه، اخرج تروح بيتك بعد 12 ساعه.